الجزائري الان المعقول النشيد الوطني المغربي. كنا غنغنيو النشيد الوطني المغربي. مشرق الانوار منتدى السودان وحنا منتدى وحنا عشت في الاوطان للعلا عدوان ذكرى كل جناح ذكرى كل لسان بالروح بالجسد تفو جميل هنا في المركب ديال مدينه مراكش. الله الوطن الملك والنجمه ديال المغرب. تفو جميل جميل جدا. الجمهور المغربي كيقدم لوحه رائعه تبين على الحب للوطن الحب للملك. الله الوطن الملك خيري. يمكن الواحد كيتفوج كنظن اجواء احتفاليه جميله واحساس وشعور كبير كنحسوا به احنا كجماهير وسط هذا الهم الهائل من الجمهور المغربي اللي بحقيقه كيبين اليوم عن حب الوطن ديالو والحب ديالو للملك ديالو. وما علينا الا ندعموا الفريق الوطني ديالنا ان شاء الله. وحنا كنشوفوا الفريق كيبقى في الوطن ديما ديما. اذا النشيد الوطني المغربي الان لاعبين ديال المنتخب المنتخب الوطني المغربي. اللاعبين اللي غيكونوا في هذه الخطه النادي المغربي في اليمين جمال العليوي في اليسار بدر القادوري في المتوسط الدفاع كل من مهدي بن عطيه وعبد الحميد كوتاري اللي غيدخل اول مباراه رسميه ليه. عادل هرماش حسين خرجه كميليو ديفونسيف ميليو اوفونسيف يونس بن الهمده واسامه السعيدي اللي غيدخل اول مره رسمي في هذه المباراه. والهجوم كل من يوسف حجي ومروان الشماخ كلنا مع المنتخب كلنا مع الله الوطن الملك امام المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري اللي اليوم كيلعب بخطه اللي كان لعب بنفس الطريقه اللي لعب بها الشيخ المدربين في المباراه مع المنتخب الانجليزي 4-1-4-1. هذه هي الخطه اللي غيلعب بها المنتخب الجزائري. نذكروا بانه الرئيس مبولحي الحارس ديال سوفتوف الروسي في الدفاع مهدي الحسن لاعب نيم الفرنسي في ليستر جمال مصباح لاعب ليتشي في لاكس كل من بوكرا وعنتر يحيى بوكرا لاعب كلاسكو وعنتر يحيى لاعب بوخوم. لاموشيا هو اللي غيكون اللاعب المحوري في هذه المباراه بالنسبه للمنتخب الجزائري واللاعب المحلي الوحيد اللاعب ديال سطيف الجزائري. وسط الميدان غيكونوا 4 ديال اللاعبين في اليمن كادير لاعب فالنسيان في الوسط الدفاعي كل من حسن يبدا لاعب نابولي ومهدي الحسن لاعب ريال سانتاندير كريم زياني المنسق ديال كل العمليات وجبور لاعب اولمبياكوس. نذكروا بان كريم زياني كان كيلعب في قيصري سبور التركي. اذا على بركه الله الانطلاقه ديال المباراه الكره غتبدا عند المنتخب الجزائري. مهدي مصطفى عند بوكرا كيضرب الكره ولكن بن عطيه كيرجع الكره كتمشي عند المنتخب الجزائري ولكن الحكم الله يهديك الحكم الحكم بدينا مع الحكم الايفواري. غادي ناخذوا فاصل عند كاردا ورجعوا عند الحكم ورجعوا للمباراه. هذه التغطيه مقدمه لكم برعايه كوتي سبور ان برودوي دو لا ماروكين دي جو اي دي سبور. كيا موتور كيا دائما في الموعد مع كل الانجازات. محلات ابرون للتجهيزات المنزليه مع ابرون الربح مضمون.
أحلى لحظات كرة القدم مع كوكاكولا المساند الرسمي لأسود الأطلس. مرتاحون مع القرض العقاري والسياحي. ميديتيل بالغد متصلين. تخوالام موان باساج موان ديريتاسيون. جيلات ماك 3. جيلات لا بيرفكسيون ماسكولين. عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب. إذن مستمعينا الكرام نرجعوا جميعا المركب الجديد مدينة مراكش أولى دقائق هذه المباراة مع الصديق عادل عمري. عادل، إذن الكفرة الأولى كانت بشي بعيدة عن المنتخب الوطني المغربي. الكرة الآن عند توش ديال الجزائريين، الكرة في الكوتي غوش، ولكن التدخل ديال المدافعين المنتخب الوطني المغربي كيخرجوا الكرة لتوش. جمال العليوي كيردوا الكرة، الآن بقى الكرة عند المنتخب الجزائري، ولكن التدخل ديال العليوي كيضرب الكرة وكيحيد صداع، وكتمشي عند بوغرة عنده الكرة كيردها للمبولحي. مبولحي زيد حجي. إذن المبولحي كيضرب كرة كيخرجها لتوش. إذن الجمهور، يلا الجمهور ساند المنتخب الوطني المغربي. الكرة الآن عند بدر القادوري اللي كيرجع من بعد الإصابة. القادوري عنده الكرة كيعطيها لمروان الشماخ. قادوري عند حجي الشماخ عنده الكرة عند حجي. هكذا السعيدي، زيد السعيدي، كرة عند سعيدي. إذن كورنين أول زاوية كورنير بوغ ليكيب ناسيونال. اش بغى يقول الاربيط كيقول، الاربيط ديال توش كيقول بانها 5 متر و5 باس ديال المنتخب الجزائري. اذا الدقائق الاولى من المباراه دائما باقي ما شفنا حتى شي حاجه في هذا اللقاء. كان الحكم عطى ضربه خطا مشات الحمد لله بعيده عن المنتخب. الرئيس مبولحي كيضرب الكره كيخرج وكيقطع الكره عادل هرماش أو عبد الحميد الكوتاري، وكتخرج كرة توش للمنتخب الجزائري. مهدي مصطفى كيضرب الكرة، بدر قادوري هو لاعب جزائري، بدر قادوري كيضرب فيه كرة كتخرج التوش. إذن المنتخب الجزائري الآن كياخذ الضغط ديال المنتخب الوطني المغربي. مهدي مصطفى لاعب نيم، مهدي مصطفى كتمشي الكرة عند زياني عند اللاعب يبدا، ولكن عند نادر المياغري. إذن الكرة عند منتخب البناء الهجومي، خصنا نشدوا الكرة، خصنا نلعبوا بالكرة ضريبة باش نوصلوا للبوطو. نادر المياغري كيضرب الكرة كتمشي بعيدة، ولكن الحكم كيعلن على الخطأ. أوفا الحكم كيعطينا خطأ في وسط الميدان. إذن بداية متكافئة بين المنتخب الوطني المغربي والجزائري. حسين خرجة أول ضربة خطأ يمكن تكون خطيرة. يلا خرجة هذه خطيرة إن شاء الله، هذه خطيرة للمنتخب الوطني المغربي. خرجة هز الكرة خرجة. أي. أول محاولة خطيرة عبد الرزاق خيري. كنظن الأول مساء أحد اللاعبين المغاربة يكون هدف الأول، لكن أظن أن البداية طيبة. هذه المحاولة ربما تعطي واحد الثقة للاعبين ويدخلوا في المقابلة. من الآن 2 دقائق أو 3 دقائق باقي جس النبض، لكن كنطلب ان شاء الله تشوفوا الفريق الوطني ديالنا يدخل في المقابله بسرعه ويضغط على المنتخب الجزائري. يبقى هذا الضغط مستمر حتى نسجلوا الهدف الاول اللي غادي يحررنا من هذا الضغط النفسي ان شاء الله. الكره الان كترجع عند المنتخب الجزائري. كادير ولكن كتمشي عند كوتاري كيحيد الكره، كترجع عند يبدا عنده الكره كيرجع عند لاموشيا. كريم زياني عنده الكره، كريم زياني كيرجع من بعد الاصابه والغياب ديالو في الماتش ديال لاري. زياني لاعب كيساري سبور التركي. هجوم العليوي، ولكن الكرة عند بن عطية المعلم. بن عطية عنده كرة، أيوة رجعت كرة عند بن عطية. اون دوه ولكن كياخذها زياني، ولكن الحكم كيرجع وكيعلن على خطأ للاعب حسين خرجة. ما خصناش نبقاو نزيدوا فيها بزاف في المناطق الخطيرة في 20 متر اللي قريبه لنادي المياغري. كيضرب الكره الشماخ، غيتهز الشماخ كيحط الكره ولكن الحكم الاربيط صفر. الاربيط تمشي كره عند السعيدي عنده الكره، هز الكره الشماخ. الشماخ يا خويا الشماخ، والكره كاد يغفل المبولحي هكذا باش نقدروا الماركيو. هكذا بي انتيسيبي البالون الشماخ، وكان بامكانه يسجل الهدف الاول، لكن هذه محاوله جميله ديال الفريق الوطني ديالنا، محاوله جميله وكانت تعطينا الهدف الاول
اذا شلنا بان السعيدي الدخول ديالو غير عكس لي كوتي غيبقى يهز الكواري للراس ديال الشماخ. القوه الضاربه ديال الشماخ هي الضربات الراسيه. الكره عند بدر القادوري عند كوتاري. الكوتاري عنده الكره ضريبه الدراري لعبوها بشويه علينا ما مزروبينش. خص الهدف يجيب العقل لعبوا على البوان فور ديالنا اللي هو التقني. كل ما هو تقني فهو لصالح المنتخب الوطني المغربي. الكره الان عند بلهنده والحكم كيعلن على خطا ديال اللاعب يونس بلهنده اللاعب ديال فريق مونبولي الفرنسي. يونس بلهنده 20 سنه ثالث ورابع مباراه رسميه مع المنتخب الوطني المغربي. جمال العليوي هو اللي غادي يلعب الخطا. العليوي الخرجة هو اللي كيجي كيضرب الكره بعيده 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 والحكم كيعلن على اورجو. اذا صحيته شفنا بان المنتخب الجزائري كيحاول يرجع ويدافع قريب عن الحارس ديالو والان باقي ما بشناش بان المنتخب الوطني المغربي كيلعب الكره اللي كيعرفها هي ضريبه بطبيعه الحال. خصهم يكونوا هادئين ويلعبوا ديك الضريبه ديال المغاربه واللي غادي تفعل الجمهور واللي غادي يتبعهم. واعتقد على ان بكل هدوء وبكل اريحيه وبكل يعني تركيز يمكننا ناخذ المقابله ندخلوا فيها بشويه بشويه حتى نوصلوا للهدف المبتغى. اذا الكره كترجع عند عبد الحميد كوتاري. بدر قادوري الجمهور الجزائري الله يهديه الجزائري كيشيروا بالقراعي على 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 الجمهور المغربي. اي والله يهديكم الجزائريين رحبنا بكم تهلينا فيكم. اي والله يهديكم. رجعوا المباراة ورجعوا كرة القدم. الكرة الآن عند المنتخب الجزائري كتخرج لتوش توش الجزائريين القراعي كيتشيروا الله يحفظ. الجزائريين اعتقد ان هذا فعل لا رياضي من قبل الجمهور الجزائري اللي تلقى بواحد الترحاب كبير من قبل الجمهور المغربي. رجعوا الكرة رجعوا الكرة. كريم زياني كيعطيها لكادير كادير وبدر القادوري كادير وبدر القادوري. هذه خطيرة ولكن الحمد لله السبع نادي المياغري كياخذ كرة بسهولة. خمسة دقائق على بداية المباراة. الكرة دائما عند منتخب الوطني المغربي. الكوتاري عند بن عطية. بن عطية في الدفاع ضربوا كرة ندوروا الكرة عاد نمشيو للهجوم ما نبقاوش نلعبوا على كواري طوال. وهذا هو اللي خصنا نديروه اخي. هذا اللي خصنا نديروه كما لان الفريق الجزائري هو اللي كيحاول يمتص الحماس ديال اللاعبين المغاربة وحتى حماس الجماهير. وخصنا نلعبوا يعني الكره بشويه علينا ما نزربوش كما لعبنا في الجزائر. لكن هذه المره نلعبوا ولكن انا كنظن ان الضغط غيكون من الجانب الايسر كما قلت قبل قليل بان بدر القادوري والسعيدي هما اللي يمكن لهم يخلقوا الفرص التسجيل. اذا جوج المحاولات اللي جنا فهما جاو دائما من الجهه اليمنى ديال المنتخب الجزائري. اذا هذه كره خطيره كره خطيره كره خطيره ولكن الحمد لله اي 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 خصنا نلعبوا هاد يمكن هاد الكواري هادو شفنا بين الجزائريين فعندنا واحد لا بريسيون على اللاعبين ما كيخليوناش نخرجوا الكره من هنا. هما لحد الان فهما كيديروا بلوك ديفونسيف افونسي في خط ديال الفريق المنتخب المغربي وما كيخليوناش نلعبوا الكره. لذلك كنشوفوا هاد التمريرات اللي كتكون طويله لكن نتمنى باش تكون واحد التمريره في العمق وتكون مناسبه لاحد المهاجمين المغاربه باش يمكن يسجل الهدف. نعم. اذا الكره كتخرج توش للمنتخب الوطني المغربي بعد ما الكره خرجت لجبور لاعب اولمبياكوس اليوناني. الكره كترجع عند المنتخب الوطني المغربي. بدر القادوري المنتخب هذه زوينه عند الشباخ كيحط بالصدر عند اسامه السعيدي. زيد السعيدي اخويا زيد السعيدي ثلاثه لاعبين على السعيدي زيد السعيدي كيقلب ولكن الحكم كيعلن على كورنيغ لي اعتقد انها ضربه خطا قبل من الزاويه ما عرفتش الحكم كيفاش كيشوف. اذا كورنيغ للمنتخب الوطني المغربي. السعيدي هو اللي غيهز الكره. يلا السعيدي هو اللي غيهز الكورنيغ. السعيدي غيضرب الكره القامه الطويله كتطلع. شفنا بان المنتخب الجزائري خلى جوج ديال اللاعبين كل من كادير وجبور او زياني واللاعبين كلهم ديال المنتخب الجزائري فهم في المعترك ديال العمليات. السعيدي ونقاش بين جبور والعليوي. السعيدي غيهز الكره ولكن بعيده شويه على اللاعبين ديال المنتخب. كيمشي ليها كادير عنده الكره وكي كترجع عند بن عطيه. السعيدي عند الكره في الجهه اليسرى هز الكره السعيدي ولكن التدخل ديال عنتر يحيى. ضغط للمنتخب الوطني المغربي
في هذا الاثناء يمكن نقولوا اللاعب السعيدي الان نشيط جدا في الجهه اليسرى، لاعب اللي عنده تقنيات كبيره، كيراوغ مزيان، كيسونطري مزيان. يمكن السعيدي هو المفاجاه اليوم ديال المنتخب الوطني المغربي. السعيدي هاز الكره، هاز الكره الشماخ، ولكن المبولحي، المبولحي بسهوله كياخذ الكره. ضغط الان للمنتخب الوطني المغربي، ولكن باقي ما لقيناش الطريقه اللي غادي نمارسوها. محاولات من الجهه اليسرى كما قلت لك بان السعيدي اللي ربما غادي يستنى في ذاك تعرضت اللي مشى بحاله، والان فهو بدايه طيبه في الشوط الاول ديال السعيدي. كما قلت لك في الجهه اليسرى ديال المنتخب المغربي هي اللي غتشكل القوه، لان اللاعب فهو كله من الجهه اليسرى. وكنتمنى باش المنتخب المغربي يحاول يبغي لو جو ديالو من اليمين ومن اليسار باش يلعب. هذه خطيره، هذه خطيره، هذه خطيره ديال المنتخب الجزائري. الله يحفظ. ايوا كتمشي بعيده، الحمد لله بعيده على جبور. كترجع عند حسن يبدا وكتضرب في بن عطيه وكتخرج التوشه وكتضرب في اللاعب الكوتري. اول زاويه ركنيه كورنير ديال المنتخب الجزائري. الزياني هو اللي كيمشي الكره. الزياني الله يحفظ مهد لي باليريتي، لان المنتخب الجزائري القوه ديالو في الكرات الثابته. كورنير، الزياني هز الكره كتمشي. وياي هذه كانت صعيبه، ولكن الحكم كيعلن على خطا، اول خطا كيعلن عليه الحكم الايفواري لصالح المنتخب الوطني المغربي في المربع ديال العمليات. اذا احنا وصلنا للدقيقه التاسعه، دائما التعادل صفر لمثله. ضغط خفيف للمنتخب الوطني المغربي. الكره من المياغري لعند الكوتاري، الكوتاري بن عطيه، بن عطيه عنده الكره الان. وكنشوفوا بان المنتخب الجزائري يدير واحد البلوك ديفونسيف، موقف اللاعبين المدافعين ما كيخليوش الكره تخرج وكيلعب على اللور جو. الكره الان طويله عند الشماخ، ولكن الى بقينا بحال هكا هذا اللعب طويل ما صالحش للفريق الوطني بكل صراحه. ما بقينا من والو فلالي فلالي، وغادي نعاودوا نكرروا نفس العمليه، فما غاديش نستافدوا منه نهائيا. غادي نكرروا نفس الخطا اللي درنا في مقابله الذهب. الى بقينا بهذه الكواري العاليه راه ما غاديش نوصلوا للنتيجه. اذا الكره كترجع عند المنتخب الوطني المغربي. الحكم كيعلن على خطا كوفرون للمنتخب الوطني المغربي. باقي ما شناش حجي، باقي ما شناش خرجه، باقي ما شناش بالهنده. اللي بان حد الساعه هو اسامه السعيدي. غادي نشوفوا الان بن شيخه اللي كيهضر مع المدافعين ديالو. الكوتري، الكوتري هز الكره عند الشماخ، الشماخ بالهنده، بالهنده عطيه السعيدي. السعيدي، السعيدي ناقصه 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 ناقصه، وكيدخل عن طريق حياه وكياخذها كريم زياني. زياني كيهز الكره وكتضرب في خرجه، ولكن كترجع عند لاموشيه. لاموشيه عنده يبدا لاعب نابل الايطالي حسن يبدا. 27 سنه، 16 مباراه دوليه مع المنتخب الجزائري. كريم زياني عنده الكره، كريم زياني، كريم زياني كيعطي الكره. هذه خطيره، هذه خطيره 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 عند اللاعب كادير، ولكن الحمد لله الكره كتخرج للتوش للمنتخب الوطني المغربي. وحنا الان كنشوفوا لومبلاسمون ديال اللاعبين، كنشوف بان المنتخب الجزائري في نص الميدان ديالو ما كاين حتى شي واحد، كلهم كيديروا انفيسينغ هوم في ضغط عالي عالي جدا على المنتخب الوطني المغربي. ويجب يعني مراقبه كريم الزياني لانه هو لو ترمومتر ديال المنتخب الجزائري. اذا الكره كترجع عند جمال مصباح لاعب لاتشي، كتمشي الكره عند اللاعب جمال العليوي، العليوي، ولكن الكره بصعوبه كتمشي عند هرماش وكتخرج للتوش. ضغط كبير، ضغط كبير، ضغط كبير، وخاص الجمهور يفيق ويساند. خاص الجمهور ما يبقاش يتفرج، خاص الجمهور يساند ما ينعش، لان المنتخب الجزائري في عنابه الجمهور ديالو ما كانش ناعس بتاتا وساند حتى لاخر دقيقه. الكره الان عند نادي المياغري، نادي المياغري عند الكوتاري، الكوتاري عند بن عطيه. السيناريو كيتعاد، ولكن الكره ما كتخرجش من وسط الميدان، وهذا هو المشكله. كنتمنى حتى الجمهور يفيق اللاعبين، لان الجمهور الان كيتفرج وقال ساكت، لان حنا محتاجين الدعم ديالو اكثر، ما جايش باش نتفرجوا. اذا القادوري، القادوري كيرجع عند الكوتاري، الكوتاري والمنتخب الجزائري كيلعب على اللور جو. بوكرا غير اللي بقينا بحال هكا ما غنماركيوش حتى الغدا. خصنا نحطوا الكره في الارض، ما نمشيوش لو سيستم دو جو ديالو، نحطوا في الكره باش يدخلوا في الماتش وياخذوا الثقه كذلك، باش يمكن لهم يتحرموا من الضغط ديال المقابله. اذا الكره الان كتمشي عند اي هذه محاوله خطيره، محاوله خطيره خطيره، ولكن الحمد لله كيدخل كوتاري، حط الكره خرجه، حط الكره عند هرماش، هرماش عند السعيدي. مزيانه، زيد حجي، زيد حجي. اذا الكره عند حجي، هو السعيدي معاك،
زيد السعيدي زيد السعيدي يا خويا هاكا. اذا السعيدي اعتقد ان الحكم ارتكب خطا لان الكره ما خرجتش كليا لان ما كاين تحسب الشرط حتى كتخرج الكره كليا. كنظن بان هذه الله 9:45 باقي الليل زعما ما يكون جا النعاس ولا شي حاجه راه باقي الليل باقي يقدر يسهر معنا الله يهديه يفيق شويه من النعاس لان من اللي بدينا هو مرك على الصفاره. نتمنوا انه يعطينا غير حقنا ما يعطينا حتى شي حاجه. الله الله هذه زوينه سعيدي الكويري اللي اكتشفوا المنتخب الوطني المغربي. نرجعوا للمباراه الكره عند بدر قادوري لاعب دينامو كييف. الشماخ كيخرج عنده كيحط الكره عند قادوري اون دو زوينه ولكن تدخل ديال المدافعين ديال المنتخب الجزائري باقي المنتخب الوطني المغربي ما لقاش الطريقه ديالو ما دخلوش بصفه رسميه للمقابله. دابا 13 دقيقه والفريق الوطني باقي ما لقاش يعني لا كيواجه صعوبه في وسط الميدان باش يمكن له يقرب الكره. اذا الكره كترجع عند بدر قادوري. القادوري عند الشماخ اللي لو بوين فور ديالو هو فاش كيلعب في 18 متر. الان كنشوفوا بان الشماخ كيرجع حتى لوسط الميدان وهذا اللعيبه اللي دار الشماخ ديال الكويريه. الشماخ الان بالعطيه طويله عند الشماخ طويله عند الشماخ ديالي الشماخ داها الشماخ ولكن اي هذه اصابه. نتمنوا انها ما تاثرش على مروان الشماخ. الكره الان كتخرج بولحي كيخرج الكره. وصلنا لدقيقة 14 باقي ما شفنا والو حقيقة باقي ما شفناش داك الشيء اللي بغينا من الفريق الوطني المغربي وداك الشيء اللي كنا متخوفين منه هو هذيك الكرة التمريرة الطويلة لأن كلها بصالح المدافعين ديال الفريق الجزائري. كنتمنى على أن الناخب الوطني يسأل على هذه المسألة ويغير من هذا الخطة اللي احنا بدينا بها هذه ربع ساعة الأولى باش يمكننا نحطوا الكره في الارض. الان تشجيع كبير للجمهور المغربي. الي الشماخ يمكن هذا هو الدعم اللي خص الجمهور المغربي يديروا العراقه بالفعل باش يعطيو باش يرجع الشماخ في المقابله. وكان ان الشماخ عنده واحد المكانه كبيره داخل قلوب الجماهير المغربيه والان فما عليه يقوم بالدور ديالو. كان انه الشماخ متحمس اكثر لكن القوه ديالو كما قلت عادل وهي في 18 متر. اما لما كيخرج يلعب في وسط الملعب فما كنظنش انه غادي نستافدوا منه بشكل كبير. اذا الان الشماخ الحمد لله كيرجع. خص خرج يهضر مع اللعابه خص إيريك جيراسينود ويهضر مع اللعابه لان الكره باقي ما فرقوش اللعابه ديالنا باقي لحد الان باقي ما دخلناش في المقابله. ما دخلناش في المقابله من بعد 18 دقيقه ديال اللعب. كيخص اللاعبين يكونوا هادئين وندخلوا في المقابله تدريجيا وما نتسرعوش لان السرعه التسرع كيولد الاخطاء. نضغطوا على الفريق الجزائري بواحد الطريقه اللي روح رياضيه كبيره خرجت كيرجع كره للمنتخب الجزائري. كتمشي عند عنتر يحيى كيضرب الكره بعيده في اتجاه بدر قادوري والكره كتخرج للتوش. الان المنتخب الجزائري كيف كنشوفوا غير كنشدوا الكره كلهم كيطلعوا للميليو تيرا كلهم كيخويو اللاعبين في حنا لاعبين في نص الملعب ديالنا مزيانه من عند مروان الشماخ. ضغط كبير احنا الان في الملعب كنشوفوا بانه اشاك فوا كنشدوا الكره الا واللاعبين الجزائريين كلهم كيطلعوا لعندنا وكنلعبوا في 18 متر ديالنا والكره خصها تخرج طويله كيف لو سيناريو ديال كيرغموا اللاعبين المنتخب الوطني باش يلعبوا طويل باش هما ياخذوا الكره تبقى عندهم لان هذيك هي نقطه القوه ديالهم اللي كتلعبها طويله. المدافعين طوال عندهم كيجيدوا اللاعب بالراس خصوصا مجيد بوكره وحنا كطحنا لهم في داك الشيء اللي بغاو بحال نفس الخطا ديال المقابله الذهب. اذا الكره كترجع الان عند بالهنده عند عادل هرماش مزيانه عند بالهنده ولاعب مصباح ولكن مصباح هو اللي كيسبق الكره. مصباح وبالهنده هو الحكم المساعد الثاني كيعطي توش ديال المنتخب الوطني المغربي الحكم الكسندر المساعد الثاني من الكوت ديفوار كيعطي التوج للمنتخب الوطني المغربي. كتمشي الكره عند حجي هاز كره شباخ اي هذه جميله من عند حجي
للرأس ديال الشماخ، ولكن بوغرا ومبولحين، بولحي حارس كبير، حارس كبير، وشينا اللي كنلعبوا من الاطراف كنوصل كتكون محاولات خطيره، وهذه هي القوه ديال الفريق الوطني ديالنا على باش يخرج من الاطراف، لان القوه ديال الشماخ وحجيفه هي كتمثل في الراس ديالهم. اذا الكره كتمشي عند كادير واللاعب بعض القادوري، بعض القادوري كيخرج كره التوش، حسن يبدا كيخليها اللاعب مهدي مصطفى، لاعب نيم الفرنسي، لاعب اللي عنده 28 سنه وعنده هذه هي ثالث مباراه رسميه مع المنتخب الجزائري. الكره عند كادير، كادير وبعض القادوري، والحكم المساعد الاول كيعطي توش للمنتخب الجزائري. وصلنا معكم مستمعي الكرام دقيقه 18، تعادل صفر لمثلي، باقي ما شفناش ولو محاوله خطيره باستثناء المحاوله ديال اللاعب مروان الشماخ. الكره الان عند اللاعب مهدي مصطفى، توش للمنتخب الجزائري، كيعطيها اللاعب كادير، التدخل ديال مهدي بن عطيه، كترجع عند لاموشيه، لاموشيه الزياني، ولكن التدخل ديال خرجه حسين خرجه، والحكم كيعلن على خطا، وغادي نشوفوا عاوتاني نفس السيناريو اون فوا كنشدوا الكره. الجزائريين كيلعبوا اللور جو، كيزيدوا يطلعوا عندنا وكيديروا عندنا الضغط البريسيون، كنشوفوا بان اول اللاعبين المهاجمين هما اللاعبين ديال الدفاع ديالهم هما المهاجم. اذا المستمعين الكرام وصلنا معكم دقيقه 19، دائما التعادل صفر لمثلي. غادي نمشيو للمدينه الضربه، هذه محاوله، محاوله خطيره، هاي حجي 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 عند الكره الشماخ، هاي يا 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 الشماخ ما تزيدش فيها خويا، ما تزيدش فيها الشماخ، ما تزيدش في الكره. كان كان يقدم مباشره للمرمى، يمكن تسجل الهدف الاول. هذه هجمه ولكن تدخل ديال الكوتري. اذا المستمعين الكرام وصلنا معكم دقيقه 20 من المباراه، التعادل صفر على مثله. نرجعوا لاستوديوهاتنا بمدينه الدار البيضاء عند صديق السي محمد قرضا، فاصل بعده نواصل. Dis-moi, contre les irritations de la peau, tu fais quoi toi ? Pour moi, rien ne vaut une bonne défense. Et contre les odeurs corporelles ? Rien ne vaut une bonne défense. Et pour une sensation de fraîcheur longue durée après la douche, il faut aussi... Grâce à ces molécules d'argent, la gamme de rasage, d'après-rasage, de déodorant et de gel douche Silver Protect de Nivea for Men agit comme un bouclier protecteur contre les bactéries. Silver Protect de Nivea for Men, bravo la défense ! Venez relever le défi avec Silver Protect de Nivea for Men sur www.nfm-silverprotect.ma. Il y a plein de buts à marquer et plein de lots à gagner. Vous voulez une culture qui vous éveille, de la musique qui vous inspire, des films qui vous passionnent et des livres qui vous embarquent. 1, 2, 3, go. Virgin Megastore, au centre commercial Almazar, Marrakech. Plus de 180 000 produits et 46 000 références. Des événements artistiques sur place, musique, livres, papeterie, multimédia, matériel high-tech et jeux vidéo. Virgin Megastore, la culture du plaisir. إذا مستمعينا الكرام كنلعبوا الدقيقة 23 على بداية هذا المباراة، صفر لمثلي بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الجزائري جميعا. المركب الجديد مدينة مراكش، وصف هذه المباراة بصوت الصديق عادل عمري. عادل، هذه محاولة خطيرة سي محمد قرضا، ولكن بوغرا كياخذ كرة بعد واحد الخاوية عامرة جميلة ديال اللاعب أسامة السعيدي، ولكن اللي يمكن التمريرة هي اللي ما كانتش مركزة، كترجع كرة عند الكوتري. دائما مستمعينا الكرام احنا في المباراة المنتظرة القوية بين الجزائر والمغرب كنضيعوا كرة بزاف في الميليو تينا، يمكن فاش كنلعبوا على لي كوتي، فاش كندوزوا من لي كولوار الى خرجنا خويا عادي من لي كوتي غادي نربحوا المقابلة ديالنا، لان المحاولات كلها الخطيرة اللي جات للفريق الوطني على اقليتها كانت من عند أسامة السعيدي، لكن المفاجئ وهو ان لحد الان حجي غير يعني موجود في الملعب بتاتا، لان لازم باش يتقدم. زوينه يمد يد المساعده للشماخ. اذا دائما التعادل للصفر لمثلي. جمال العليوي عند لاعب بلهندا عند جمال العليوي، كتخرج الكره الان من الميليو تيران، بلهندا عنده الكره، بلهندا عند خرجه عند حجي الان عند جمال العليوي، زيد العليوي الكرة عند خرجة العليوي الآن في الكوتي دروا، أول صعود ديال جمال العليوي، كيضرب الكرة والزاوية، كورنيغ المنتخب الوطني المغربي. هكا خصنا نلعبوا بهدوء، والكرة تمريرات في الأرض، يمكننا نوصلوا للمرمى بسرعة، ويمكننا باش ما نكونوش كنتسرعوا باش ما نخسروش الكواري.
إذن مستمعينا الكرام، الآن أول كورنير من الجهة اليمنى نادي المنتخب الوطني المغربي. نتمنى تكون هي الأولى والهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي. الشبكة الشبكة، هز الكرة السعيدي السعيدي. Côté sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports. Kia Motors. Kia دائما في المواعيد مع كل الإنجازات. محلات أبرون للتجهيزات المنزلية. مع أبرون الربح مضمون. أحلى لحظات كرة القدم مع كوكا كولا. المساند الرسمي لأسود الأطلس. مرتاحون مع القرض العقاري والسياحي. ميديتال بالغد متصلين. توالام موان باساج موان ديريتاسيون. جيلات ماك 3. جيلات لا بيرفكسيون ماسكولين. عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب. إذن فرحة كبيرة باستوديوات هذه ماتش مدينة الدار البيضاء. رجعوا جميعا عن صديق عادل العمري والعشر دقائق المتبقية في هذه المباراة. عادل، إذن أول هدف للمنتخب الوطني المغربي. الآن المنتخب الجزائري غيدوخ بقدرة الله. الشماخ عنده الكرة، الشماخ الخلعة تخي مني. المنتخب الجزائري الآن هدف جاب الوقت المناسب اللي كنا كنتسناوه، هو اللي يقدر يحرر الفريق الوطني الآن. وكان خصنا نبقاو كنمارسو الضغط على الفريق الجزائري. كنا بنفس الطريقة إن شاء الله. بطبيعة الحال خصنا نبقاو ممارسين هذا الضغط حتى نسجلوا الهدف الثاني اللي غادي يعطينا واحد الثقة كبيرة إن شاء الله. إذن مستمعينا الكرام، أول زاوية من الجهة اليمنى كيجي فيها التيسير. الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي. هيستيريا كبيرة، الخلعة اليوم في المركب ديال مدينة مراكش. كيف سمعنا الشعب يريد 3-0، حنا بغينا 3-4. اللي جاب الله هو لك، ماشي مشكل عندنا، المهم هو ننتصروا. الآن المنتخب الوطني المغربي غيلعب الكرة ديالو، غادي ناخذوا الكرة بشوية علينا الأولي ونشدوا الكرة. والمنتخب الجزائري الآن مجبور عليه يخرج يلعب الكرة. المنتخب الجزائري اللي كيلعب على الكونتر. هذا هو السيناريو اللي كنا كنتسناو باش الفريق الوطني يسجل من الاول ويخرجوا اللاعبين الجزائريين باش يخليونا الممرات والفراغات ان شاء الله. زيد حجي، زيد حجي، سير العليوي، الكره عند العليوي، زيد العليوي، العليوي عنده الكره، هز الكره. اي 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 حجي. اي 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 اي. الان المنتخب الجزائري خصنا نديروا عليه الضغط، خصنا نديروا عليه الضغط. ما شاء الله الضغط خصنا نبقى يتمارس باش يمكننا. لا 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 داعي، لا 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 داعي لهذه الاخطاء اللي غادي يمكن تاخذ انذار، ويمكن بالانذار الثاني طردوا نوليو حنا وحلين لاعبين ناقصين. اذا المستمعين الكرام، 25 دقيقه تفوق للمنتخب الوطني. مبروك علينا، هذه البدايه مازال مازال. اذا مبروك علينا. اذا مستمعينا الكرام، احنا معكم في هذه السيريا الكبيره في المركب ديال مدينة مراكش. الكرة الآن عند المنتخب الجزائري 1-0. ما خصناش نخليهم يلعبوا الكرة. الناس تسمح للجمهور المغربي إلا خرجنا على الشعور ديالنا، لأن هذا الشيء فوق طاقتنا. الصوت مشى السيد حجي. إذا الكرة الآن عند الشماخ. الشماخ حجي 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 الشماخ. بشوية بشوية علينا. بلا سرعة بلا سرعة بلا سرعة الوليدات بلا سرعة. بشوية علينا. نتمنوا أن المنتخب الوطني المغربي ما يكونش البريسيبيت، يلعب الكرة بشوية. الجمهور أن يساند المنتخب الوطني المغربي. الضغط الآن على المنتخب الجزائري اللي خصو يخرج باش يلعب الكرة. الكرة الآن عند بوغرة، بوغرة عنده الكرة، عند الزياني، الزياني في وسط الميدان. الكرة كتمشي عند جبور، جبور والكوتاري، الكوتاري لحد الساعة دير مباراة جميلة جميلة. عند الآن عند كادر، كادر عنده كرة دي خطيرة، ولكن المعلم بن عطية. سير السعيدي، زيد السعيدي، زيد السعيدي. اي 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 السعيدي كيمشي الكرة، ولكن الكرة ترجع عند الشماخ. الشماخ اللي توا داير بداية مباراة كبيرة. اوه ولكن مع الأسف، مع الأسف تمريرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة. تمريرة لو كانت الله يحفظ. ولكن بدر الخادوري كيرجع بالتحل ديالو بالتجربة ديالو، وكيرجع وكيحيد كرة التوش، توش للمنتخب الجزائري. دابا المغاربة اللي خصهم يستغلوا هذا الخروج ديال الفريق الجزائري ونضغطوا عليهم أكثر في المناطق ديالهم باش يمكننا نسجلوا الهدف الثاني اللي غادي يعطينا واحد الثقه كبيره. اذا الكره عند المنتخب
المنتخب الجزائري خرج كياخذ كرة بطريقة ديال اللاعبين الكبار السعيدي لا دومون دو بال ديال السعيدي كتمشي الكرة الآن عند بلهندو ولكن شماخ شوية يا خويا شماخ أو حجي هذا هو اللي يضرب الكرة ولكن كتمشي شوية بعيدة على اللاعب بلهندو وشنا لابيل دو بال ديال اللاعب أسامة السعيدي أسامة السعيدي اللي دار واحد لابيل دو بال ولكن حجي ما شافوش لأنه كان ظهر اللاعب حجي وظهر كذلك المدافعين ديال المنتخب الجزائري رجعوا للمباراة الكرة عند بوغرة بوغرة الآن عنده الكرة كيعطيها عند يحيى يحيى كيخرج ليه اللاعب مهدي الحسن لاعب سانتاندير كترجع الكرة عند زياني في وسط الميدان زياني عند كادير كادير اللاعب فالنسيان كياخذ الكرة لكن كياخذها اللاعب سير 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 كاين خطا قبل من توش بشوي علينا الاربيط الحكم اعلن على الخطا جاب الله التيسير والحكم اعلن الخطا ما تقلقوش غيجيب الله التيسير الحكم الان عنده صفاره صفر لينا هذاك الشيء اللي بغينا بشويه خص شويه الجمهور يعاود يغوت باش يخلع علينا الحكم شي خلعه مزيانه ونمشيو ان شاء الله مزيانين قادوري عند حجي الاربيط صفر معلم اش قلنا الاربيط غيغوت عليه شويه الجمهور وغتشدوا الخلعه وغيجيب الله التيسير هذا خطا صعيب على المنتخب الجزائري الكرة الان خطيره نتمنوا يجيب الهدف الثاني ان شاء الله يلا سيدي خرج هو اللي غيضرب كره فينا هو الراس ديال الشماخ فينا هو الراس ديال بن عطيه فينا هو الراس ديال حجي فينا هو الراس ديال بلهنده والعليوي ان شاء الله شعتها بالمقياس وبإذن الله يكون هذا هو الهدف الثاني 30 دقيقة 1-0 لفائدة المنتخب الوطني المغربي يلا خرجة هز الكرة خرجة ناري حشيش هذيك غيدير لهم هذاك الشيء ديال المارجير غيعاود يديرهم على ديال حشيش كان يديرها كونترول وياخذها بكل رياضية يمكن المباراة لقد غضب الضغط على المنتخب الجزائري إذا الحكم ما صفرش على الكفرة ولكن خرجة كياخذ كرة عند بن عطية مشات الكرة في الجهة اليمنى عند جمال العليوي عنده الكرة هز الكرة يا العليوي بعيدة عند بوغرة اللي كيعطيها للمبولحي إذا 30 دقيقة و 31 دقيقة يمكن نقولوا بأن من بعد تسجيل الهدف شفنا بأن المنتخب الجزائري ما بقاش كيدير نفس الطريقة اللي كان كيلعب لا بطبيعة الحال فهو غادي يخرج يلعب الكرة واش الكرة زيد السعيدي هذا هو الربح اليوم ديال الفريق الوطني هو السعيدي إذا القادوري عند السعيدي عاوتاني زيد السعيدي والله تيغيسطي وما السعيدي مزيان إذا الآن كنشوف بأن السعيدي والعطاء اللي قدموا إذا كيبان بأن كيراس كان له شوا ديالو مزيان والسعيدي كان المدرب ونجح فيه وكان معني كنهنيه وكنفرحوا بهذا اللاعب السعيدي لأنه هو الاكتشاف لأنه الأخ عادل راه المدرب اللي كيعيش مع اللاعبين في التدريب وكيعرف شكون اللي يمكن ليه يعطيه شكون اللي يمكن ليه يكون اون فورم ولا لا إذا السعيدي كيهز الكرة الخلعة هز الكرة السعيدي مشات عند جبل عليوي ولكن كضرب الكرة والحكام كيعلن هي جات الثانية نتمنوا تكون ثابتة ثاني من نفس المنطقة اللي تسجلت اللي تسجلها الهدف الأول زيد أخويا بالهندا نشوفوا الهدف الثاني إن شاء الله قبل ما ننهيو الجولة الثاني إذا بالهندا هو اللي غيهز الكرة نتسناو إن شاء الله الجديد 1-0 بغينا أكثر من 1-0 بالهندا غيهز الكرة هز الكرة بالهندا كتمشي ولكن كيدخل اللاعب مهدي الحسن عند زياني هذه هجمه ولكن تدخل ديال هذه الهرماش هرماش يدو مع اللاعب لا تصرع ضغط قوي الان للفريق الوطني المغربي واش اللي بغينا شي الكره عند جمال العليوي عند ترجع عند خرجه هذه الكره زوينه حجي زيد حجي ولكن الحكم كيعلن لا كورنر اعتقد ان هذه الزاويه السادسه ومن هنا كيبان الضغط اللي مارسوا الفريق الوطني المغربي على الفريق الجزائري اذا كورنر ديال المنتخب الوطني المغربي ثالث كورنر من الجهه اليمنى الكره الان غيلعبها اللاعب بلهندا غيهز الكره بلهندا زوينه ولكن الرئيس مبولحي حارس عملاق هذا هو الحق
هز الكره ولكن كيدخل كياخذها بسهوله. اذا المباراه كتوصل للدقيقه 34 والحكم اش كيعلن على خطا وكيقول الحارس يحط الكره في الارض لانه لعبها ديريكت وما خلاش لافونتاج. اذا الكره كترجع عند بولحين، بولحين غير عم ضربه خطا غير مباشره بعد ما ترتكب خطا لصالحه. الرئيس بولحي هو اللي يضرب كره، ضرب الكره بولحي كتمشي في اتجاه اللاعب حسين خرجه جبور والكوتاري. الحكم ما كيعلن حتى شي حاجه، كتمشي عند يبدا حسن كيعطيها للاعب جبور وكيكيد تدخل ديال اللاعب كوتاري كياخذ كره حجي. الان عنده كره حجي هكذا كيعطيها للجهه اليمنى عند جمال العليوي. العليوي اليوم اللي كتشوفوا اريير دروا الكره اون دو شماخ، ولكن شماخ ديما كوفرتور دو بال عند اللاعب جمال العليوي بشا السعيدي ديها ليها السعيدي هكذاك ضغط ديال السعيدي كياخذ توش او الحكم يعني خطا علينا على خطا ضد اللاعب السعيدي. يمكن الحكم شافو بوحدين انا ما شفتوش، هو يمكن بعيد عليا ولكن انا ما شفتوش. على العموم الحكم كيعلن على خطا المنتخب الجزائري. خرجه كياخذ كره بالراس ولكن كتعاود ترجع عند بدر القادوري كيعطيها الكوتاري. الكوتاري الان عنده كره بشويه اخويا الكوتاري، حيد الكره الكوتاري ولكن الكره كتخرج ما كتخرجش كتحط حجي ومهدي ولكن كياخذها حسن يبدا في الميليو تيرا. كترجع عاوتاني عند مهدي كيمشي الشماخ وكياخذها معاه لاموشيا ولكن كيرجع اللاعب مهدي الحسن. زيدوهم هذا الشيء ما يكفيهم. هذا هو الطلب ديال الجمهور المغربي، لاموشيا في وسط الميدان. لاموشيا كيعطيها المهدي الحسن عند حسن يبدا كيخرج ليه جبور بالراس كيعطيها لكابير في الجهه اليمنى ولكن كوتاري معلم كيسبق كاع الكواري. هذه صعيبه في اتجاه كابير ولكن الحمد لله الكره كتخرج ل 5 متر و50 باس اللي غيلعبوا هو نادي المغرب. شويه عاد كتسمع نادي المغرب غيلعب الباس. اذا عبد الرزاق خيري وصلنا للدقيقه 36 دائما 1-0 لفائده المنتخب الوطني المغربي. يمكن نقولوا جوله جيده للمنتخب الوطني المغربي. بالفعل فمن بعد الدقيقه 25 لما سجل الهدف فكنظن ان العناصر الوطنيه تحررت وهذا اللي عطاهم واحد الثقه وبداو يضغطوا. لان دابا 10 دقائق والفريق الوطني ضغط بشكل كبير على المنتخب الجزائري بحيث الان وصلنا 6 ديال الزوايا مقابل زاويه واحده وكذلك ربك المنتخب الجزائري واحد Côté sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports. Kia Motors. Kia دائما في المواعيد مع كل الإنجازات. محلات أبرون للتجهيزات المنزلية. مع أبرون الربح مضمون. أحلى لحظات كرة القدم مع كوكاكولا. المساند الرسمي لأسود الأطلس. مرتاحون مع القرض العقاري والسياحي. ميديتيل بالغد متصلين. Voilam, moins passage, moins d'irritation. Gillette Mac 3. Gillette, la perfection au masculin. عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب. إذا مستمعينا الكرام 2-0 فائدة المنتخب الوطني المغربي. فرحة كبيرة باستوديوهات راديو مارس مدينة الطرابلس. رجع عند عادل العمري متابعة هذه المباراة، نتمنى انتصار يكون بحصة عرضة للعناصر الوطنية. عادل أحسن سيناريو. الشعب يريد 5-0 اليوم ان شاء الله. الشعب يريد 5 باش نرجعوا نمحيوا هذيك الهزيمه المكره. احسن سيناريو اخويا العمري هو هذا اللي كنا كنهضروا عليه البارح. انا كنتمنى واش جميع المغاربه يكونوا في الملعب اليوم، واحد احتفاليه كبيره كنعيشوها داخل الملعب. الحمد لله الامور غاده لصالحنا. 2-0 الكرة الحالة المنتخب الجزائري. تبارك الله على الدراري ديالنا في هذا البريمير ميطا. الكرة الحالة المنتخب الجزائري ما نخليوش لهم الفرصة، ما نخليوش. اسمع هيا هذه حيطة خطيرة ولكن المعلم اسمع كيخرج الكرة. الحمد لله
لله نادي المغربي ديما كاين وديما حاضر. هذه اخطر محاوله. اي لا كاينه كفرة المنتخب الجزائري. ما خصناش خليو لي فيني يتنفس، ما خصناش خليو لي فيني يهز الراس، لان هذه ضربه قاضيه. خصنا نزيدوه شيكه اخرى باش ما يبقاش يفيق. الان المنتخب الجزائري يمكن ضربناه بجوج كروشيات، خات لينا الثالثه ان شاء الله باش نجيبوه كاو، والحكم يصفر على نهايه المباراه بالكاو للمنتخب الجزائري. ولكن دوزوا الكره، نتمنوا على ان هذه الكره تكون ضائعه، على ان اصابه حارس المغربي، لان الى سجلوه الله يحفظ له يقدرها، غادي يرجعوا في المقابله. ولكن احسن سيناريو هي نخرجوا من المنتصرين بجوج ديال الاهداف في الشوط، غادي تكون عندنا واحد القوه كبيره. اذا الكره الان خطيره عند المنتخب الجزائري. هذه البدايه مازال نتمنى ان شاء الله ان نادي البياغري ان شاء الله ما يكونش صاب شي اصابه. وشنا ايريك كيريس عيط على السعيدي وما عرفتش شنو قال ليه، نتمنى انه يكون قال لي شي خلطه سحريه يزيد لنا بها توا شي هدف. ونتمنى ان شاء الله ان المباراه تمشي دائما مغربيه 2-0. سيناريو رائع ورائع، ونزيدوا شي رائع وحده ثالثه باش نسيبوا الثالث ان شاء الله. يا ربي المياغري الان، ولكن كنقول بان كيبان لي بان المياغري غينوض، لانه سبع اسد دائما كيكون حاضر نادي المياغري. يمكن نقولوا اللي كيعطي الامن والامان للمنتخب الوطني المغربي في الدفاع ديالو. على ذكر نادي المياغري، نادي المياغري كيكبر في النهار الكبير. احساس جميل اخويا عادل، والتفاؤل ديالنا قبل المقابله الحمد لله ربي. هذا هو السيناريو اخويا خيري اللي كنا كنطلبوه منذ البارحه. كنا كنتمناو على ان مراكش وحنا كنطلبوا السيناريو بحال هكا باش نكونوا منتصرين ومهنين. اذا نرجعوا للمباراه، الله يحفظوا في خاطرنا. نادي المياغري كيرجع الكره، نتمنوا ان هذه الكره نتمنوا هذه الكره تمشي في حالها وتبعد لينا من المرمى ديالنا. زياني ولا يوقف على الكره، يا ربي هذه الكره تبعد منا. اذا خطيره كانت محاوله خطيره، نادي المياغري جبدها، نتمنوا ان هذه تبعد علينا. زياني ولا غيضرب كره، اذا زياني غيضرب كره. وصلنا الدقيقه 41، دائما تعال 2-0 تفوق للمنتخب الوطني المغربي. بن عطيه ومروان الشماخ، مروان الكبير اللي رجع وسجل هدف ديال اللاعبين الكبار. الزياني ضربها بعيد اخويا، الزياني ضربها بعيد. الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خرجها من الشبكه الحمد لله. ما خصناش نخليو الكره. معلم حيد علينا سيدي الصداع. زياده لا ما يرجعوش. الزياني عنده الكره، هذه كانت خطيرة الحمد لله. الكرة كتمشي بعيدة على المرمى ديال المنتخب الوطني المغربي. خرج بن عطية حيد صدعت أنت. هيدر كترجع عند بوقرة وبدر بوقرة كيرجعها اللاعب يندو مزيانة، كترجع عند بوقرة عنده الكرة الآن. بوقرة المياغري ديما المياغري. هيدر الحمد لله جوج المرات كيشد المياغري. انتهاء الوقت القانوني من اللقاء. الحمد لله الكرة سخفاتنا، الحمد لله. الكرة الآن كترجع عند المنتخب الوطني المغربي. شوية عليك المياغري بشوية، المياغري عنده شوية ديال الوقت. المياغري الآن عنده الكرة بشوية، المياغري الكرة الآن عند المنتخب الوطني المغربي. هز الكرة المياغري، مشى ليها حجي، ولكن عنتر يحيى كيدخل لاموشية عند كادير في وسط الميدان، ولكن بدر القادوري كيسبق وكياخذ كره وكيعطيها خرجه مروان. معلمه مروان زين السعيدي، ها هو شدها زين السعيدي، ها السعيدي ايوا الاربيض والحكم شريف والدار البيضاء وصفر الاربيض. خطا الحمد لله اللي ما جاتش الرجل ديالو في ما جاتش، لانه خرج بطاك الافونسي. الحمد لله انه ما قعش اللاعب السعيدي اللي اليوم غيسطي الجزائريين في الكوتي كوش. الكره الان كترجع عند بدر القادوري وكيخرج ليه مروان الشماخ وكياخذ جوج اللاعبين، ولكن كوفيرتور دو بال مانيفيك عند اللاعب مروان الشماخ. لاعب مقابله كبيره الشماخ، هو سعيدي لاعب كبير وكيبغي الوطن وكيبغي بلاده. خرج عنده الكره، خرج بدر القادوري. يلا خويا بدر
بدر معلم والو لا 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 كتخرج كتخرج الاربيط ما شاف حتى شي حاجه شاف 5 متر و50 اذا 2-0 نتمنى هنا داكشي اللي توقنا خويا عادل قبل المقابله بان بدر القادوري غادي يعطي واحد الدعم في الجهه اليسرى والعليوي غيبقى مع المدافعين بن عطيه والكوتري فهو اللي كنشوفوا على ارضيه الملعب والحمد لله لحد الان فهم ناجحين في المهام ديالهم ونتمنى باش يستمروا الى نهايه المقابله ان شاء الله وحنا فايزين. اذا الكره الان كتمشي عند بلهندا كوفرتور دو بال ديال بلهندا الحمد لله كيخرج بكره معلم يلا حجي ضرب الله يستر زيد حجي زيد حجي معلم حجي معلم حجي دائما بلاك ستيريور كيعطيها للسعيدي السعيدي لا موشي كيدخل على السعيد معلم معلم ولكن كتمشي كتمشي شويه على اللاعب بلهندا كترجع عند جبور جبور ولكن معلم كوتاري كي تمبوريزي وكيدير فوت خطا تكتيكي كيوقف المباراه الحكم باقي ما علمش على نهايه المباراه وخصوصا هنا خطا وسط الميدان ما في حتى ما كيشكل حتى شي خطوره الكره الان كترجع عند جبور 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 عنده الكره كيعطيها ليبدا كترجع عند مهدي الحسن كياخذها في الجهه اليسرى جمال مصباح كيخرج ليها الزياني الزياني كيهز الكره عند جبور جبور كيحط الكره ولكن كتمشي بعيده على مهدي الحسن كتخرج ايوا صفر الاربيط الاربيط باقي ما بغاش يصفر ريحنا بعدا حنا في الشوط الاول اذا 2-0 المنتخب الوطني المغربي متقدم 2-0 هدف يكون من النجم مروان الشماخ والعملاق مهدي بن عطيه الكره الان كي عند العليوي العليوي شو الشماخ فين مشى الشماخ فين مشى خذا الكره علوي عند حجي ولكن بوكرا كيدخل كترجع عند السعيدي السعيدي زيد السعيدي ولكن كيسبقوا ليها اللاعب اللاعب جمال مصباح والحكم الحمد لله كيعلن على نهايه الجوله الاولى بتقدم المنتخب الوطني المغربي 2-0 الهدف الاول سجلو مهدي بن عطيه والهدف الثاني سجلو النجم الكبير اللاعب مروان الشباخ اليك الخزابيلي قرنا قدمت لكم هذه التغطيه برعايه كوتي سبور ان برودوي دو لا ماروكين دي جو اي دي سبور كيا موتورز كيا دائما في الموعد مع كل الانجازات محلات أبرون للتجهيزات المنزلية مع أبرون الربح مضمون أحلى لحظات كرة القدم مع كوكاكولا المساند الرسمي لأسود الأطلس مرتاحون مع القرض العقاري والسياحي ميديتال بالغد متصلين توالام موان باساج موان ديريتاسيون جيلات ماك 3 جيلات لا بيرفكسيون ماسكولين عيشوا متعة كرة القدم مع اتصالات المغرب.